تأتي بطولة معالي وزير الداخلية التاسعة للتنس هذا العام بمشاركة دولية متميزة من خلال نخبة كبيرة من اللاعبين المصنفين دوليا، مما يثري البطولة ويزيد من مستواها الفني. تشكل الرياضة واللياقة البدنية أحد المقومات الرئيسية لدى رجل الأمن، وهو أمر أولته وزارة الداخلية أهمية متميزة. وفي هذا الإطار تأتي بطولة معالي وزير الداخلية للتنس، والتي يتم تنظيمها سنويا وتعقد هذا العام في الفترة من 23 وحتى 28 من مارس الجاري على ملاعب التنس بنادي ضباط الأمن العام، ويشارك فيها 16 لاعبا يمثلون 12 دولة. هاي البطولة راح تكون البطولة التاسعة، بطولة وزير الداخلية للتنس التاسعة، ولله الحمد احنا قضينا فيها 9 سنوات، مشوار طويل، مشوار كبير. حقيقة هاي البطولة تلقى اهتمام كبير من سيدي معالي وزير الداخلية، وحضوره لنهائيات هذه البطولة وإشرافه عليه إشراف مباشر أعطانا احنا الدافع ان احنا نرتقي بهاي البطولة خطوة بخطوة. مثل ما انت شايف اليوم الاستعدادات لله الحمد على وشك النهاية، الملعب جاهز لاستقبال هذا الحدث، الملاعب التدريبة والملاعب الأخرى جاهزة لاستقبال هذا الحدث، دخول تواجد في النادي، الإخوان في النادي تعاونهم كبير، الاستعدادات كلها لله الحمد على نهاية هذا اليوم إن شاء الله بتكون جاهزة. أقيمت القرعة مساء أمس اللي هي لبطولة وزير الداخلية التاسعة للتنس، اللي إن شاء الله بتكون معنا هالأسبوع من يوم السبت ليوم الأربعاء، وكانت عندنا القرعة بتصنيف العالمي، فحطينا في كل جروب اللي هم 4 جروبات أفضل 4 لاعبين، ومن بعدها وزعنا اللاعبين العرب واللاعبين الخليجيين واللاعبين المحليين وهم البحرينيين، وإن شاء الله بيكون التصفيات على 3 أيام، من بعدها بنروح اللي هو السيمي فاينل يوم الثلاثاء، وإن شاء الله يوم الأربعاء تحت رعاية السيد معالي وزير الداخلية بيكون هو الفاينل. وقد نظمت وزارة الداخلية في وقت سابق العديد من البطولات، ولدى الاتحاد الرياضي للأمن العام الخبرات التنظيمية والفنية والتجارب المؤهلة لإنجاح هذه البطولة. للمزيد حول هذا الموضوع معي